يعطيك العافيه. اشتقنا لك. وين هالغيبه؟ موجودين عم نحل مشاكل. لا لا ان شاء الله ما في مشاكل. يعني اليوم عم ينتهي كاس لبنان، يوم الاحد بينطلق فاينل فور. بنعرف الفا قد ايه انفولد بكره السله وبالرياضه كمان عامه، بس بنحكي عن كره السله بما انه اليوم بكره السله. نحن كيف بتقيم لهلا كل شيء صار بهيدا الموسم؟ اليوم عم ينتهي الكاس واليوم الاحد بينطلق الفاينل فور. يعني صراحة مثل ما بتعرف انت بتابع كثير معنا غياس، التجربة كانت صعبة شوي بالبداية، أخذت شوية وقت لقلعت نحن كألفا سبورتس ورعايتنا للباسكتبول بشكل خاص، بس هلا مع تقدم الوقت ومرور الزمن صار في عندنا خبرة أكثر، صار في عندنا إمكانيات أكثر، صرنا عم نشوف إنه نحن قادرين نقدم يعني نوعية صورة ونوعية نقل للمباريات على الألفا سبورتس. عم بتضاهي أصلاً كل المباريات. إيه كل المباريات، بس عم بتضاهي بالنوعية والجودة اللي عم نقدمها، كل شيء عم نشوفه بكل شيء بالعالم بكايت جديد وكواليتي. بقى نحن طبعا تجربه كانت جديده علينا واخذت شويه وقت لحتى قلعت، بس بعتبرها ناجحه الى حد ما لحد هلا، ورح نشوف كمان اكثر هلا بالفتره هيدي بالبلاي اوفز بالفاينل فور والفاينلز، يعني كمان انه عم تتطور اللعبه اكثر. اكيد لا شك، اليوم دخولكم عالم الرياضه بهيدا القوه، شو اهدافه بعد؟ وين بعد رايحين اكثر يعني؟ يعني نحن بعد الخبره اللي اكتسبتوها لهلا نحن طموحنا انه اكيد مش رح نوقف هون، يعني نحن قلنا اكثر من مره انه بالاضافه للباسكتبول عندنا الفولي بول وان شاء الله الفوتبول الموسم اللي جاي. في شغل على قصه الفوتبول. ايه في شبه اتفاق تقريبا صار شبه موجود على الفوتبول للموسم اللي جاي ان شاء الله. ومش بس هيك، نحن مش عم نكتفي بالرياضه اللبنانيه، رح نجيب كمان رياضه كونتنت من برا نحطه على الفا سبورتس حتى ننوع شوي بالبرامج اللي عندنا. يعني رح يكون في كونتنت في كونتنت اجنبي يعني انترناشونال. ايه كمان يكون موجود على الفا سبورتس هلا. ايه في مفاوضات كمان لننقل رياضه مستمره على مدار السنه، مش بس نوقف مع نهايه السيزون يعني. يلا انا بدي اشكرك، بعرف كنت تروحوا تقدموا الكاس. ثانك يو لك للرياضي ربح اليوم، وان شاء الله هارد لك للمنتمنت وقبل ما كمان الفاينلز يكونوا احلى من هيك. يلا بدنا نشوفك بالملاعب كمان بالفاينل فور. بروح